يلعب الكرة الأمامية بامتياز، مرور سليم، يمر يتقدم للأمام، هنا الهدف، هنا الهدف، هنا الهدف. خطيرة جدا، فاول، فاول من أجل ركلة التعديل. يوهو، هنا أزرق السماء وأخضر الأرض، وما بين السماء والأرض جمهور يعشق كرة القدم. هنا الفيصلي، هنا الوحدات، هنا الزعيم، هنا المارد. لا صوت يعلو فوق صوت الدربي. كلاسيكو الأردن، كل الرحال تشد إلى استاد عمان. لا ترى أحدا الآن في الطرقات، إما في الاستاد أو على المقاهي أو في البيوت، يرتب لسعادة ما بعدها سعادة. هي مباراة من العيار الثقيل، لا بد من انكسار وانتصار. من سيخرج منتصرا ومن سيخرج منكسرا؟ الوحدات يبحث عن تعادل، الكرات ما زالوا السيطرة فيصلوية، ولكن حارس المرمى يتألق. هنا كرة عند هنري، هنري بيستحوذ، حط كرة أنس، أنس، التعادل، 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 التعادل. واحد واحد، واحد واحد، واشتعلت من تاني. واحد واحد، وبدأت المتعة من تاني. واحد واحد، والوحدات كتيبة الشجعان لا تستهين بهم. كتيبة الشجعان، أنس العوضات يستعرض كل العضلات ويسجل هدف. يا سلام، خداع كبير، خداع كبير يأتي به أنس العوضات لحارس المرمى ويسجل هدف في قمة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي، سادتي، أحبائي، أسعد الله مساكم في الأمسية الكروية التي تجمع ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند. الفريقين كل من هما يريد الفوز للتأهل إلى دور 16 في مباراة نارية. يعلم الفريق الألماني أنه يواجه فريق صعب. ريال مدريد ليس بالسهل. نعم، زين الدين زيدان باللقطة وبالصورة. مرة أخرى تعود الكرة لكارفاخال، كارفاخال يراوغ ويسدد، لكن الحارس يصطد. الحارس يقول أنا موجود. كارفاخال يضيع. مرة أخرى رونالدو عرضية، الله، ضيع. بروسيا دورتموند، بروسيا لا زال يضغط على الريال مدريد ويريد التقدم بالهدف الأول، لكن تضيع الكرة. مرة أخرى كارفاخال مع الويلزي، الله يا الويلزي، ماذا فعلت؟ الهدف الأول عن طريق جاريث بيل، من طريق اللاعب الذي يسدد ولا يرحم من أمامه. شوف اللقطة، شوف الهدف، يا سلام، يا الله، الهدف الأول. مرة أخرى جاريث بيل، عرضية، رونالدو، جول. أعزائي المشاهدين، هو اللقاء، هو ديربي الكرة الأردنية، واطلقوا عليه ما شئتم، فهما زعيما الكرة الأردنية. وتنطلق المباراة بسم الله وعلى بركة الله. تبدأ المباراة بين الوحدات والفيصلي. الوحدات المارد باللون الأخضر، والفيصلي الزعيم بالأزرق الكامل. يا سادة يا كرام، إنهما زعيما الكرة الأردنية. وكرة وحداتية من مين إلى العوضات، إلى مين؟ إلى أبطاه، الله، جول. يا سلام، هجمة سريعة جميلة، كرة جميلة، وأول أهداف اللقاء عن طريق مهند. تقريبا في الخمسين دقيقة، خمس دقائق عن بداية الشوط الثاني، النتيجة أمامكم على الصورة. منح الهدف الأول للفريق الكتالوني روبر ليفاندوفسكي، يعود إلى التسجيل بعد غياب طويل. رأسية ممتازة جدا، لم تترك أي حد للحارس، تستقر في المرمى وتمنح هدف التعادل وتعيد المباراة إلى نقطة الصفر. هكذا إذا البارسا، قلت أن البارسا لازم يسجل ولازم عليه يدخل أمام، ادخل أمام يمين يمال. هنا الإعادة، حاول لكن ما مرش، القى كوندي أمامه، أعطى الكرة لكوندي، كوندي وزعها وراسية. هكذا عودنا ليفاندوفسكي، هذه طريقته، هذا أسلوبه، هذا لعبه. وهدف التعادل للفريق الكتالوني، 1-1. ترجع الأمور من حيث بدأت وترجع المباراة إلى نقطة الصفر. الآن البارسا سيلعب بكل ما أوتي من قوة من أجل أهداف أخرى. 3 نقاط مطلب رئيسي.
الكويسي للفريق الكتالوني. ممتاز المباراة، ممتع المباراة، هدف يحيى مال الكتالون من جديد. الكرة على اليمين لصالح السيتي، والكرة تالي دي بروين، دي بروين إلى الأمام لبرناردو، جول. هناك كمين، هناك كمين في ملعب الاتحاد يا ريال، جول. إياك ثم سلمان، سلمان استقواز تام لصالح النادي الأهلي حتى هذه اللحظة، ونحن في الدقيقة 26. الأهلي متفوق بهدف مقابل لا شيء أمام نادي إنبي، هنا داخل أرضية ملعب والسلام في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الجولة 30، وهي الكرة تصل في الوسط لصالح عمرو السلية، يتقدم يلعبها لبواليا، يسلم محمد نجي أفشا، يلعبها بيني على حدود منطقة الجزاء، كهرباء والمراوغة وأنتم أفشا والتصويب، يا روعة، هدف جميل للغاية عن طريق محمد مجدي أفشا بعد وانتو والأروع بينه وبين كهرباء، لمسات سحرية جميلة للغاية ولمسات تكتيكية خرافية من أبناء النادي الأهلي، بدأت هنالك عن طريق عمرو السلية وأصلت بعد ذلك لبواليا ثم بعد ذلك إلى أفشا، والوانتو بلمسة سحرية كبيرة من اللاعب الفنان كهرباء لكي يضع محمد مجدي أفشا في الزاوية البعيدة على القائم البعيد للحارس. مشاركة مميزة من الفتيات والأطفال ليتركوا بصمة في عالم التعليق الرياضي. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم مباراة قوية بين فرنسا والأرجنتين، والآن يبدأها دي ماريا، يبدأها دي كداكا، يعطيها ديبالا، ديبالا ميسي، ميسي رشح ديبالا، ديبالا، ديبالا كولا، يا رب، كرة من أجمل الكرات في التاريخ يا الله. يا جارد بيكي، كرة توصل عند سيرجيو بوسكيتس، خطيرة في هذا الكلاسيكو، سيرجيو روبرتو مار عدى، سيرجيو روبرتو عدى مار، خطيرة تلعب الآن، ما زالت الكرة قائمة عند أندري سيلفا في آخر الدقائق والتعادل 2-2 في آخر الثواني، جوردي ألبا يلعب ميسي، جول ميسي، لديكم لا خوف عليكم في هذا اللقاء في هذا الكلاسيكو، 3-2 يحسمها ليونيل ميسي، يحسم هذا اللقاء، فرح الجماهير كاتالونيا وبكاء الجماهير الريال الأمريكي. السلام عليكم، اليوم سوف نحدد من سوف يفوز في البطولة العالمية والأكثر روعة. تبدأ المباراة ريال مدريد ضد برشلونة، تبدأ الكرة مع ريال مدريد، الريال اطلاق فينيسيوس، فينيسيوس يوروبا جول، ما هذا الروعة يا سادة، كابولي كابولي الروعة، ما هذا يا سادة الروعة، ويتقدم رونالدو ولا تسديد بطل حرة المباشرة، تقدم رونالدو، رونالدو هدف، هدف، هدف التعادل في آخر الدقائق، في آخر الدقائق، رونالدو، رونالدو يتأهل، هدف التعادل، ورونالدو ويحمل البرتغال على أكتافه، على أكتافه ويسجل هدف التعادل للبرتغال على إسبانيا. تزداد روح المنافسة يوم بعد يوم للحصول على لقب المعلق الذهبي، بينما يحاول كل مشترك إقناع لجنة التحكيم بأنه يستحق مواصلة المشوار. شكراً للزملاء في الاستوديو التحليلي، تحية طيبة ملؤها المحبة والود، نجددها لكم مشاهدينا الأعزاء عبر قناتكم الأردن الرياضية، في ظل هذه الأجواء الباردة التي ما زلنا نعايشها في مملكتنا الحبيبة، فالحرارة بدرجاتها 8 تخيم على أرضية استاد الأمير محمد هنا في مدينة الزرقاء. الدقيقة 88، هل تقبل لنا الجديد؟ أبو الكاس ينفذها، وحمزة الدردور، وجول أول للرمثة، ف
فعلها الكوبرا، فعلها القائد المجنون حمزة الدردور، وفك شفرة الكوامل في الوقت القاتل، في الوقت القاتل من عمر المباراة، يقرر الخرافي راحة زملائه من التعب والعناء وإسعاد الجماهير المحبة والوفية للقميص الأزرق. المباراة مشاهدي الكرام بعد تكتيكها الفني العالي أسفرت أخيرا عن هدفها الأول. شوف أبو الكاس كيف بعثها بكل الذكاء وبكل الدهاء صوب السماء قبل أن يوصلها الدردور برأسه.